معاكم أهم منشطات الجرايد اللي بتخص برضو النادي الأهلي. الأهرام الليلة الأهلي يتسلح بجماهيره في صدام ناري أمام وفاق الضيف، وليد أزارو وأحمد حمودي وإسلام محارب في التشكيل وناصر بديل. الأخبار، الأهلي يواجه وفاق الضيف بقوة دفع رباعي الليلة، كارتيرون يخطط لإخماد نشوة بطل الجزائر والطوسي يحلم بنتيجة إيجابية. الجمهورية، الأهلي الحريف يتحدى وفاق الضيف. الأهرام المسائي، الأهلي يبحث عن المجد، يلتقي سطيف الجزائري بالسلام في ذهاب مربع دوري الأبطال والنهائي 11 يبدأ من النهضة. الأخبار المسائي، الأهلي في مهمة البحث عن الوفاق الإفريقي الأحمر في تحدي صعب أمام سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. المساء، الأهلي في مهمة أو في مهمة انتحارية باستاد السلام يواجه وفاق سطيف في ذهاب الدور قبل النهائي الإفريقي، كارتيرون يبحث عن نتيجة مطمئنة قبل الحسم في الجزائر. الشروق، الأهلي يواجه وفاق سطيف في رحلة الوصول للنهائي، الأمن يرفض دخول الجماهير وكارتيرون يؤكد أن المنافس الجزائري قوي للغاية والطوسي يسعى لتجاوز التعثر المحلي. المصري اليوم، الأهلي يستطلع هلال الأميرة الإفريقية على حساب وفاق سطيف الليلة، كارتيرون يطالب لاعبيه باستغلال أنصاف الفرص والطوسي يعتمد على المرتدات لإسقاط المارد الأحمر. الوطن، الأهلي يتحدى الغيابات وقوة سطيف في صراع شرس بنصف نهائي الأبطال، خطة هجومية لبطل مصر، تحذير كوليبالي وأشرف، أزارو يقود الهجوم والطوسي يراهن على المرتدة. ونادي يدرس خوض نهائي أفريقيا خارج مصر في حالة التأهل بسبب الجماهير. الدستور، ليلة العبور للنهائي، كيف يخطف الأهلي وفاق سطيف في السلام؟ التزام الجناحين يمنحنا التفوق، وسليمان في مركز 10 والخوف من بطء الدفاع. اليوم السابع، الأهلي يواجه وفاق سطيف في قمة كروية مثيرة في ذهاب نصف نهائي أفريقيا، كارتيرون يستعين بالخبرات لتحقيق الفوز، سافرة إثيوبية ومدرب الجزائر لا نخشى المارد الأحمر في ملعبه. روز اليوسف، الأهلي جاهز لوفاق سطيف في نصف نهائي أفريقيا.